هالشغلة مدري شلون صارت والله، أنا أصلا ما خبرته. بس لما حكيت معي كنت عنده بالمكتب، قمت خبرته كمان شوي تانية بيجي. المهم ما في مشكلة، خلينا نراجع هدول لبين ما يوصل. ليكي دقيقة وبرجع لك. ليلى طلعت من هون مستعجلة، جاي أسأل عنا ومحتارة بالهدية. أهلين علي بيك. فهمت، إذا العقود تأخروا ما أنا مشكلة، بلكي بكره وقعوا. ماشي، معناها أنت كمان معزوم على العشاء. خالتي رأيك شو ممكن ناخد لهم معنا؟ هاي أول مرة منزورهم بيتهم، ناخد لهم صمدية ولا للمطبخ؟ شو مناخد؟ شو في ما أحلى هدول؟ ما هيك؟ أي والله حلوين. منيح إنه قدرنا نطلع برا البيت. ما هيك يا حضرة محاسبة؟ ما حاجة بقى تقلي حضرة محاسبة؟ أنا المديرة المالية وهي غير هديك. حضرة المديرة؟ لا مو حلوة، هيك بتذكريني بمديرة المدرسة تبعنا وما كنت حبها. لكان اصحك تقلي حضرة المديرة. بقول لك انسى ليلى وبس، احلى وبيلبلي. صار معقول يعني؟ رسلان شلون المرايا قديش حلوين؟ الله اعلم قديه في ستات تطلعوا عليها. بس هفتانه وقديمه. قديمه بس حلوه كتير. بدك رايي بصراحه، حلوه بس لانه وشك طالع فيها، والا هي عاديه وكتير زريبه. الليلة شوف رسلان شو عم تساوي هون. مرحبا بنتي. أهلين أحسان بي. شلا خانم، جينا كلنا الحمد لله تحسنت وإجت معنا. فاتن عزمتنا اليوم وجينا مع خالي سهيلة لناخد له هدية لأن أول زيارة. شو راجعتي الورق؟ شو رأيك نطلع؟ أوكي. كريم اجوا. اهلا وسهلا، تفضلوا. اهلين. اهلا وسهلا. كيفك فاتن؟ اهلين سهيلة. تفضلي. اذا بدكم مساعدة انا جاهزة. يسلموا حبيبتي. كيفك فاتن؟ لك وين بدنا نحط كل هالاغراض؟ ما في محل بالبيت، ليش عزبتوا حالكم؟ شوف اذا ما لقيتهم المرة الجاية ترى يا ويلك. كيفك كريم؟ اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلين امير. اهلين امير. كيفك؟ حلوه هالغنيه، كانها اثرت فيكي وسرحتي كمان. بتحبي غيرها؟ لا خليها مثل ما بدك. لوين رايحين؟ بعد شوي بتعرفي محل أكيد رح يعجبك. حبيت أعمل لك مفاجأة. كنت كتير مبسوط وأنا عم جهز. طاولة كتير حلوة. رح نتعشى هون. بصراحة انبسطت لأن عجبتك. أكيد رح تعجبني، بكفي البحر. كتير طالعة طيبة الطبخة، يسلموا. ايه عن جد بدون مجاملة. شفتي عجبتهم؟ طيب عطول طاولة عنا. عن جد الأكل كتير طيب، يسلموا إيديكي. شكرا ليلى. فاتن، أنت ما كنتي تعرفي تقلي بيت، شو صار؟ ايه تعلمت كم شغلة بهاليومين ولا يهمك. يا ريت لو كانت عاصي معنا. أمير أنت ليش ما رحت على الاجتماع؟ لأنه الاجتماع اتلغى. بس عاصي راحت. وليش كل هالهدايا؟
عزبتوا حالكم ويكون بعلمكم بدي اشوفهم بصدر البيت. شكرا. أول مرة بسافر مع أبي رحنا على مدينة بوردو. كل الناس بيعرفوا إنها واحدة من أشهر المدن بأوروبا بصناعة المبيت الفاخر. أبي كتير عجبته، بس كانت بالنسبة إلي مدينة باردة وقاسية بتنحمي. بس تصلي بتحاولي تهربي منها، كل مبانيها من طابقين وعمرهم أكثر من 200 سنة، يعني مو حلوين. أنا بصراحة بحب هالنمط من البيوت. وأنا كمان بحب النمط القديم، بس بأوروبا بتدوري على الطراز الحديث. أنت هيك أحلى شي بالدنيا، وين ما رحت بتتذكرها، وين ما بروح هي معي. بشتاق لهواها، بشتاق لشمسها وبساتينها ولريحة البحر اللي فيها. بس أحيانا بقول لحالي لازم سافر وشوف، يعني بس من باب التغيير. وأنا كمان خلقان للبلد وبحبها، لأنها علمتني إنه الإنسان بمعدنه، بأخلاقه، مو بمصاريه. هذا اللي علمني يا أبي من وقت ما كنت صغير، هو مصدر إلهامي. كأنه وجعت لك راسك. ترى إذا بتضلي ساكتة بضل أحكي، بس إذا بتحكي مستعد اسمعك لبكرة. ليش خبيتي عني؟ ليش ما قلتي لي وقت بين معك؟ شو رح يتغير يعني؟ بده يتغير كتير طبعا، لأنه هالولد مو ابنك لحالك.